هاي لي في فوالا الوغ تمنوني تاني تحرت اليوم تاني واش نطيب كون كان عندي شويه خبز يابس جاتني على سفيريه سفيريه اما فاسون الوغ كان عندي شويه دجاج نحط لها البصل تاعي زوج حبات بصل شوفوا باسكو دوك نقول لكم كل واحد يدير البصل على حساب اللحم ديالو باسكو ديري حبه بصل في هاد لا كونتيتي تخرج لك المرقه جارية. انا حطيت زوج حبات عينيه ميزاني تخلعوش هذا الصوت تاع لاباري هنا نديرو فيها بصله زوج حبات بصل دقيقه اي فوالا ندير لها مغير فيها زيت ولا هذه مارغارين سبيسيال مطيب فوالا نورمالمون كاينه فوالا درت فيها هذاك البصل اللي ما نحيتوش هنا لي طاب تاع لاصوص من بعد نقول لي طاب تاع الخبز هنا نزيد لها ملح نزيد لها عود قرفه دو بريفيرونس ديروا العود خير من لا بودغ باسكو باش ما تكحلكمش لاصوص عود تاع القرفه بنين الله الله وتزيدي عليها فلفل كحل وتقلي تقلي كاع لو تو بالعقل ا بتي فو قد ما كان طياب ا بتي فو كما يقولون الزمان باردون قد ما كان ا بتي فو قد ما كان طياب بنين ودي بريفيرونس تكون قدره شويه ثقيله سورتو في لي صوص بلونش هادو ما يحبوش كي تحرقيهم اي تو سا غير شويه كي تشوفوا مليح راني نسي باش نجارونج الكابل باش تشوفيها مليح هكذا فوالا نقلي كاع ديك لو تو تاعي بالعقل الحميصه نزيدها من بعد نخليه يتقلى بالعقل كي يتقلى بالعقل نزيد له شويه الماء والحميصه ونغلق عليه ابتي فعندي كاع الوقت وهو يطيب بالعقل برك فوالا بخي بعد ما كنت درت لاصوص تاعي طيب اللي وريتها لكم زدت عليها الماء بعد ما قليت الحب تاعي زدت عليها الماء وزدت عليها الحميصه وغلقت عليها باش طيب مليح هاوليك الخبز يا اختي ساعه تحيري واش طيبي قعدي شويه خبز قلت ايا نديرو شويه كما قال واحد اون فايتوليزي انتي غاشي الوغ قلت خديت الخبز تاعي حمستو شويه فوالا كتشوفو فيه نرشو دوكا بشويه حليب هذه هي السفيريه فوالا نرشو بشويه حليب فوالا نزيد لها نشوف لا تشوف حتى بيان عينيك هي ميزانك انا نزيد نرش لتحتاني باسكو لتحتاني اللي راهو ناشف ما لازم تكون تشخشخه بزاف بالحليب ما تكون تاني تناشفه بزاف تحصل في الكرزي كي تاكليها فوالا باردون سيحت فوالا انايا حبيت ندير لها شويه مزهر فوالا المزهر من الزمان يديروا السفيريه يديروا لها وندرت لها الماء المقطر فوالا هدايا ما مقطر كاين اللي يحب يدير كاين اللي ما يحبش يدير كل واحد وكيفاه انا درت لها جو بريفير ندير لها شويه ملح فهمتوا شبيا شويه ملح فوالا ديروا لها شويه فلفل كحل وديري لها القرفه في المرميطه درنا القرفه عود وهنايا نقدروا نديروا قرفه اون بودر اختي تجي بنينه بالقرفه فوالا ديري عليها اوسي فرماج غابي ولا فرماج مورسو هكذا جو بريفير فرماج مورسو باش كي تبداي تاكلي فيها تشوفي هذوك الفرماج تاعك يذوب فوالا بيد ما درت لها هكذا نزيدو لها البيض تاعنا نخلوها تتشمخ مليح ويدخل بيان هذاك
اي فوالا هنايا هذيك انا واش زدت لها، زدت لها سكرفتت لها حبه بصل اني شالوت، البصل هذاك الصغير اليابس بغدوني برك لوكو، درت لها زوج حبات بيض كما راكم تشوفوا هنايا باش تتلم لكم. بيد وحدايا واش نديرو، نديرو الزيت تاعنا باش يسخن، البيض هذاك لازم ندخلوه، نديرو لها قطرة تاع لا ليفور، نديرو لها قطرة تاع لا ليفور باش تخففنا، من بعد نديرو لها شويه تاع لا ليفور قسم غرفه باش تجينا خفيفه هاديك، ما نديروها جاريه ما نديروها ثقيله. من بعد انا واش نزيد لها، نزيد لها شويه لوز، فوالا شويه لوز ديفيلي نكسرو هكذا، وبعد كي ندير الحبات تاوعي ما نديرهمش كبار بزاف باش يطيبوا مليح، نرمدها بشويه جوز ما تح... شويه لوز بلوتو، ما حبيتوش ديروا لوز ما ديروش، ماشي قلت لكم انا جو بارطاج افيك فو انا واش ندير فوالا. ومن بعد كنشوفوا الزيت تاعنا ولا راهو سخون فوالا، ونبداو ندخلو بالعقل فوالا حتى نديروهم قاعيتك فوالا، وترم شويه هذاك اللوز دي فيلي ديريه ان تي بو كسريه فوالا، ما ديريهمش كبار بزاف ما ديريهمش صغار بزاف ثاني تقعدي تلعبي فوالا، على حتى تدخلوهم قاعيتك، ومن بعد هذيك تكون المرقه تاعك طابت كما وريتها لكم مقبل وديريها. فوالا نقول لكم بقاو على خير، نقول لكم غدوه ان شاء الله نبارطاجي معكم واش نطيب، هيا بقاو على خير، تصبحوا بخير.